You instilled in me a strong work ethic. You should know I've chosen a career that you would approve of. كابتن طلعت زكريا يحييكم. اخواننا اللي على الطيارة والنبي خدوا بالكم الكلام اللي انا هقوله. احنا بإذن الله هنتوكل على الأقصر بإذن الله. الرحلة يعني هتستغرق نص بتاع يعني 40 دقيقة. And I thank you for that. اسمعوا يا جماعة، التدخين بالنسبة للتدخين، أي حد هشوفه بيدخن بيشرب بايب بيعمل أي حاجة، ورحمة أمي ورحمة أمي الغالية في نومتها هنزله. ها عشان انا بتخنق بسرعه. يلا توكلنا على الله. ازيكم يا جماعه، النهارده في سيفلر رياكشن جديد على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمل له رياكشن هو فيلم اد استرا، الفيلم الساينس فيكشن موفي، واحد من الافلام اللي هتنافس في مهرجان فينيسيا السنه دي. قبل ما ابدا التريلر كنت عايز اقول ان شاء الله بفكر ان انا اعمل لكم فيديو هسميه سينما على الماشي. سينما على الماشي ده هيبقى تحت الكاتيجوري بتاع الكاتيجوري اللي انا حاطه، يعني اللي هو بتاع ايه الكلام في الافلام ده. ايه الكلام في الافلام ده؟ اللي هو بتاع بنتكلم في اي حاجه فيها علاقه او حاجه ليها اي حاجه ليها علاقه بالافلام وكده بنستحق ان احنا نتكلم عليها. فده تقريبا هيبقى اول او تاني فيديو هنتكلم فيه، اللي هو بتاع هيبقى فيه مهرجان فينيس ومهرجان الجو، حاجات كتيره جدا لسه مش عارف ايه بالظبط هنتكلم فيه، بس ان شاء الله بفكر اعمل لكم الفيديو ده. هنتكلم فيه حاجات كتيرة جدا عن السينما عموما، يعني في الأيام اللي فاتت دي لحد النهاردة. اد أسترا واحد من الأفلام اللي هينافس في مهرجان السينما السنة، معرفش إذا كان هيبقى في المنافسة ولا لأ. الكاست طبعا عظيم جدا، غير إن هيبقى فيه براد بيت، معرفش إذا هيبقى فيه تقريبا فيه تومي جونز كمان على ما أعتقد. طبعا ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوفه معك دلوقتي الأول مرة. يلا بينا. This is Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son. Dad, I'd like to see you again. I remember you tutoring me in math. You instilled in me a strong work ethic. What is happening out there is a crisis of unknown magnitude. Exploration isn't always a noble venture. We have a job to do. I'm ready. أنا متوقع الفيلم ده هيبقى حاجة زي انترستيلر كده بالظبط، بس ما اعتقدش انه هيبقى أقوى من انترستيلر. طبعا أنا واحد من الناس اللي بيكره حاجة اسمها أفلام ساينس فيكشن، بس في افلام معينه كده بالذات يعني ما ينفعش الواحد ما يكرهها، يعني زي انترستيلر. الفيلم ده معدي، يعني ما اعتقدش ان في حاجه تقدر تعلي على انترستيلر من وجهه نظري، بس الفيلم ده برضو شكله حلو جدا. انا متاكد 100% ان الفيلم ده هيبقى ليه نصيب كبير في الاوسكار، بالذات السينماتوجرافي. الفيلم ده انا متاكد هيترشح بس سينماتوجرافي ده بكل تاكيد، ممكن كمان يترشح احسن اخراج لجيمس جراي. الساوند تراك شدتني شويه، فكرتني شويه بالساوند تراك بتاعت فيلم مون لايت، بس ما اعتقدش ان هو نفس الراجل. الكاست طبعا براد بيت وليف تايلر وفي تومي جونز وفي دونالد ساترلاند، كتابه لجيمس جراي وايثان جروس واخراج جيمس جراي. جيمس جراي مش معروف قوي بالافلام اللي هو عملها، كان عمل فيلم اسمه تو لوفرز، وكان عمل وي اون ذا نايت، فيلم بتاع هواكين فينيكس، فيلم ده كان حلو. كان عمل برضو فيلم لوست سيتي اوف زي، الفيلم ده بالنسبه لي كان سيء جدا. انا نسبه ترقبي للفيلم ده 7/10، مقلق شويه من حته نوعيه الافلام دي، ما بحبش ان انا ادي هاي اكسبكتيشن قوي للفيلم، لان كان في فيلم برضو كان نزل السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها اللي هو فيرست مان، الفيلم بتاع رايان جوزلينج، كان عمل قصه بتاعت نيل ارمسترونج. الفيلم بالنسبه لي كان سيء جدا جدا جدا، حتى ما كانش ليه نصيب خالص في الاوسكار خالص. الفيلم كان وحش جدا، حتى الفيلم من كتر ما كان ممل انا اصلا ما كملتوش، تقريبا اتفرجت على اول نص ساعه وما كملتوش بصراحه، ما استحملتش يعني. فاتمنى ان الفيلم ده ما ياخدش نفس القالب بتاعه يعني. بس اكيد طبعا براد بيت لما كبر اصلا عمال بيعمل افلام تحفه. طبعا في فيلم ده وفي
Once Upon a Time in Hollywood. بس اتمنى ان الفيلم ده بجد ما يرميش نفس الرميه بتاعت First Man يعني ويطلع حاجه محترمه كده. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها للفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. اشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.